جايز، عارفه انا ازاي غبرت عليكم بزاف بزاف بزاف، والله شي عارفه راسي غبرت. المشكله هي ان يوتيوب كيبغي داك كيبغي الخطر وكيبغيك تكون فهمتي كتصور اي حاجه، وخاصك فهمتي تصور هنا وتصور هنا وتصور هنا، وانا الخطر ما عنديش نهائيا، وما كنقدرش نجلس هكا وبقى نساين شي حاجه حيت ما عنديش الصبر. ما كنعرفش اسم الصبر، انا ولا الصبر هكا كنعرفش اسميتها الصبر. اوكي المهم شجعتني واحد الصديقة ديالي ياسمين، قالت لي هانتي صوري على الاقل غير من سيمانه لسيمانه، وماشي بالضروره انك تكوني كتصوري زعما راك خارجه ولا شي حاجه وداكشي. صافي حتى انا ملي عطاتني افكار قلت علاش ما نصورش، واخا كنت حبست صافي قلت ما بقاش نصور شي حاجه في يوتيوب، ولكن بفضل ديال صاحبتي غادي نصور لكم هذا الفيديو اللي غتشوفوه. المهم ناس ديال انستغرام كنت حطيت لكم واحد ستوري وقلت لكم سولوني فيه باش نحط الاسئله ديالكم في يوتيوب وغنجاوبكم على كل شيء. غير هي لقيت بزاف ديال لي كيسيون، انا ما نقدرش نجاوب على داكشي كامل، داكشي خاصني ليه واحد 4 ديال الفيديوهات على الاقل. ومن داك لي كيسيون كاملين اختاريت شي يمكن وقال 14 سؤال، ما بقيتش عاقله بالضبط. المشكله حيت نفس الاسئله كيتعاودوا، فهمتي كاين شي سؤال كيتعاود غير هو بطريقه اخرى، فهمتوا داكشي علاش انا ما اختاريتش كلشي. وعجبوني لي كاستيون ديالكم حيت صراحه زوينين. المهم غنبدا لكم باول كاستيون اللي هي اختاريت، وشوفوا ماما ما عنديش شي تليفون اخر اللي غنصور به، داكشي علاش قلت اختارت شي فون ماما. هو غنبداو بشنو اخيب حاجه وقعت لك في حياتك ومازالت لحد الان مفكراها، واش انت عندك مشاكل ولا عايشه بحال ستوريات؟ اول حاجه راه ميمكنش شي واحد داكشي اللي كتشوفو حاط ستوريات صافي هو راه عايش داكشي اللي حاط ستوريات. صافي انا كتشوفوني كنضحك بزاف في البوست ديالي ولا شي حاجه، صافي انا راهني فرحانه ولا شي ما كاينش. ماشي ديما بنادم كتلقاه فرحان، وماشي ديما بنادم كي المهم شنو هادي. شو اخيب حاجه وقعت لي؟ اخيب حاجه وقعت لي في السقط، فسقطت كنت صافي بحال تعقدت وما بقيتش مابقيتش كناكل، مابقيتش كنخرج بزاف، مابقيتش كندير شحال من حاجه، مابقيتش اللي كندير حتى الماكله، مابقيتش كناكلها مزيان، وانا معروفه عليا كناكل بزاف. داكشي علاش هذه هي اخيب حاجه وقعت ليا. وقعت لي حاجه اخرى اللي هي فاش كنت صغيره كنت تحركت من يدي بجوج، فاش كنت كنقرا الرابع وكنت طوبلت في الرابع، المهم حيت كنت تحركت ما قريتش كاع الرابع. المهم هذه كانت اخيب حاجه وقعت لي في حياتي وما عمري نساها تنكبر. واش عندك البيرمي؟ عارفه شنو كنقول لكم؟ على واحد البنت اللي مقازه، عرفتي كل سيمانه كنقول غنمشي ندوز بيرمي، كل سيمانه فيما كتوصل اثنين تنقول غنمشي، كل اثنين كنقول غنمشي. بابا تيقول لي واش ما غنمشيش؟ نقول غنمشي. بابا تيقول لي راه غنمشي نخلص لك، سيري دوز البيرمي، وانا باغا ندوز بيرمي ماشي مابقاش ندوزو. هي سبحان الله انا كنحس بلي بحال دابا انا وقتي خاوي اصلا، ولكن كنحس بوقتي عامر في نفس الوقت، عرفتي علاش؟ كنتصقع. اش كندير ليا ديالي؟ اوكي شنو اكثر حاجه كتكرهيها في البنات والولاد؟ الحاجه اللي كنكرهها في البنات والولاد، الحاجه اللي كنكرهها في الولاد هما دوك الولاد اللي كيكونوا كيتطادوا مع البنات في الهضره، اولا دراري ومنافقين، اولا دراري وكيديو كيجي في الهضره. دوك الدراري ما كنحملهمش، كيجيوني اكثر من العيالات، كيكون يجيو اكثر من دوك البركاكات ديال الحومه اكثر منهم. وكاين بزاف من هاد الدراري، شي تلاقيش مع هاد الدراري بزاف. والبنات البنات اللي كيبغيو يهبطوا من صحاباتهم قدام الناس، البنات اللي فيهم العياقه، البنات اللي تما منافقات وكذابات وكذا ما كنحملهمش، زعما البنات اللي غيكونوا صحاباتي، ماشي كنقول لكم بنات اي بنت، داكشي كيبقى ما بينه وبين راسها. كما قلت لكم، قلت لك تهبط من صاحبتها قدام الدراري ولا قدام الناس، هذيك اكثر وحده كنكرهها، وما ما نقدرش نبقى معاشره مع شي وحده بحال هذه نهائيا نهائيا ونهائيا. والدري كذاب ومنافق تو نهائيا نهائيا نهائيا. شي مره ماما قالت لي ما مرتاحاش لشي صاحبتك وكان عندها الحق، وي ما وحده ما جوج ما ثلاثه ما اربعه ما خمسه ما سته. ماما فاش كترتاح شي بنت باش كنعرفها ارتاحت ديك البنت كتبقى تقول لي كتسولني عليها، واش ديك صاحبتك ما غاتجيش؟ واش ما بقيتش كتلاقي انت وصاحبتك؟ ديك صاحبتك ظريفه، ديك صاحبتك كتدخل خاطر. هنا فاش انا كنرتاح، فهمتي انا كنرتاح كنزيد نرتاح لديك صاحبتي،
اما باش ما كتكونش بشي حاجه كتجرني كتقولي شوف بنتي هاد البنت هادي موراها شي حاجه هاد البنت ما تثقيش فيها هاد البنت غيخرجوا منها شي بلانات وبصح كنلقى ماما اي حاجه قالتها ليا كتخرج من ديك البنت وصراحه كنحس بالامهات عندهم الحساسيه ما عرفتش علاش شنو هما الهوايات ديالك اول حاجه اللي هي تجويد القران حيت كنت داخله لدار القران فاش كانت عندي وقيله هذيك 11 عام 12 عام كنت حافظه 16 حزب وباقا حافظه 16 حزب والرسم المهم ما نقولش لكم داك الرسم كرسم واعر مي كرسم كيعجبني الرسم كرسم وصافي شي اللي عندي فين باغا نزيد انا فين باغا نزيد عندي شي حوايج اخرين غير هما ما كنحسبهمش انا هوايات كنحسبهم هوايات شي هوايات واش كتفكري تعيشي في شي بلاد من هنا لقدام اوف كورس حيت ما يمكنش شي واحد غادي تسولو تقول له واش باغي تعيش تبقى عايش في المغرب غيقول لك اه ماشي كنقول لكم ان المغرب خايب غير ضروري ما كتمشي تسافر كتبغي تكتشف وكتبغي دير شي حوايج وصراحه اللي غيسولوني على البلاد اللي كتعجبني هادشي كل الشكل اللي قلت لكم انا كوريا علاش كتعجبني كوريا كيجوني ناس هضريفين انا ماشي كنقول لكم هي الوحيده اللي عندي في بالي اللي باغا نمشي ليها غير يعني كيعجبوني الكوريين ماشي ديك الكوريين ديال البي تي اس ولا نو انا كيعجبوني غير الكوريين العاديين الناس العاديين كيجوني هادشي الكايب اوكي علاش ما بقيتيش كديري دي فيديو في يوتيوب حيت كما كنت لكم في الاول ديال الفيديو قلت لكم كيبغي داكشي الوقت وكيبغي الخطر وكيبغي بزاف ديال الحوايج وكيبغي شي واحد يعاونك كيبغي بيسي كيبغي شحال من حاجه داكشي علاش انا ما قلت لكم ما كنتش ما صافي داكشي بحال كيجيب لي غير تماره وانا الحاجه اللي كتجيب لي تماره كنعكز عليها ومكنبقاش نديرها ولكن من القدام بقى نحط لكم بالمعاونه ديال الصديقه ديالي ياسمين باش فهمتوا هي كتشجعني و غنكونو كنصورو انا وياها في نفس الوقت وهي غتكون كتعاونني في المونتاج وداكشي داكشي علاش غادي يجيني انا ساهل المهم نتمنى انا هادشي اللي كندير اللي غنولي ندير يعجبكم واش من صغره كنتي في تماره ولا يلاه تحولتو ليها انا درت في تماره ما ماشي عاد تحولنا ليها ولا شي حاجه والناس اللي كيقولوا لي هضرتك بحال كازا واو انت بنت كازا ولا لا انا ماشي بنت كازا ماما اللي بنت كازا ماما اللي زعما تزادت في كازا في درب الانجليز المدينه القديمه وهضرت حيت كازاويه حيت ماما هضرتها كازاويه وفاش كنت صغيره كنا كنطلعوا لكازا ما كنتش كندير في تماره بحال دابا في ايام العطله وهذيك السبت والحد كنا كنطلعوا لكازا عند عائلة ماما داكشي علاش كنت مولفه الهضره مولفه تشريح هاد السؤال هذا هو اللي قلت لكم كان كيتعاود بزاف وهو كيتعاود بطريقه اخرى ماما وباباك اخوانيين وخليوك تلبسي هكا شرحي لنا كيفاش خلاوك اول حاجه انا فاش حليت عيني ما حليتش عيني على والديا كانوا اخوانيين ولا عائلتي انا اخوانيين حيت انا غير بابا وماما الاخوانيين في العائله كامله عائله ماما عائله بابا وحليت عيني على انني كنلبس هذا اللبس وعادي قدام والديا وما عندهمش مشكل وتا والديا راه كانوا عادي ما كانش مع بابا داير داير كنت نقول لكم بابا داير الخيمه بابا داير الحياه وماما دايره الخيمه حيت ماما حتى هنا عاد دارت الخيمه البلان لقيا مشكل مع بابا صراحه ماشي مع ماما ماما دايره بحال صاحبتي كنعاود لها الصغيره والكبيره عارفاني اش كندير في حياتي بابا لقيا مع مشكل في اللبس لقيا مع كاين شي لبس ما يقدرش لبسه قدام بابا احتراما له وخوفا منه بجوج وهذا سوكش باغا نقولها وثاني والبلان ديال باباك واش عادي كيشوف كدير تيك توك وداكشي لقيت مع بابا بمشكل في هادشي ديال تيك توك وانستغرام وتصاوري وداكشي حيت قال لي غتحبسي صافي خصك تحبسي داكشي حيت صافي بابا طلع ليه راه طلع يدم وانا كنت حبس واحد الايامات بقيت كنحط حتى شي حاجه وصافي فاش جيت نفكر لقيت بلي انا داكشي عاجبني ما نقدرش نحبسه انا داكشي عاجبني فهمتوا النهار غادي يكون صافي انا مقتنعه بلي داكشي ما بقاش فيه فايده وما بقاش عاجبني راه ما غاديش نقلبو هادشي اللي كاين وصافي بابا تقبلها داز ما عرفتش شحال حيت انا ماشي كنصور عاد وليت كنصور هاد العام راه كنصور دابا اعوام علاش اختي كنيتها عطاوي وانت كنيتك جلول اخوتي انا ما كنيتيش جلول انا راه كنيتي عطاوي غير هي ديك جلول هزنا عليا صحابي حيت ما عرفتش شنو هزوا عليا صحابي جلول حيت جايه على شكل ديال جول و
واللي كيسولوا اللي كيقولوا لي واش كنيتك جول بصح ولا شي حاجه، ما كنيتيش جول، انا كنيتي عطاوي، ما كنيتي لا جلول ولا جول ولا جلالي ولا المعطاوي، كنتي العطاوي. المهم مزيان ملي سولتوني حيت كاين شي وحدين كيسحبوا انا راه كنيتي كنيتي جول. امتى بديتي تيك توك وشكون شجعك؟ صح علاش تيك توك عمرك كنت معمره بها راسي، معمري عمرت راسي باللي باغا نتشهر ولا شي حاجه. تيك توك بديت شحال في 2020 يمكن 2020، و اللي شجعتني هي واحد صاحبتي سميتها فاتي، كانت كان عندها الكونت ديالي وانا ما كنتش كنحط شي حاجه، وصاحبتي كانت كتصايب فيديوهات هكا فيهم التصاور وكتحط. اول فيديو في تيك توك ضرب، ما حيت انا كانت عندي انستغرام طالعه ديك الساعه، كانت عندي ما عرفتش 18 كا باقي يلاه بادي، وكانت عندي 18 كا فيها، وصافي بنادم كان كيدخل وكدا من انستغرام لتيك توك، صافي طلعت لي تيك توك تما فاش وليت كنصور. اما انا ما كنتش معمره راسي كاع بتيك توك وما كنتش معمره راسي حتى بانستغرام، انا كنت كنلوح غير تصاور عادي، وواحد الانسان اللي كتبغي تصور وتلوح صافي هادشي كاين، بس تلوح تلوح عاود شوفي المهم هادشي اللي كاين. كتصلي بطبيعة الحال، انا ماشي كنقول لكم عاوتاني عارفه والدي اخوانيين، ماشي بالضروره ان يكون والدي اخوانيين باش نكون انا كنصلي. انا راه كنصلي فاش حليت عيني، فاش كنت عندي 10 سنين وانا كنصلي، و كنت قلت لكم راه حافظه 16 حزب، يعني كنت كنمشي للقران وكنعرف الطريقه ما بين الطريقه ما بيني وبين الله، ماشي شي وحده اللي كتحب لكم وقال صافي طلق شعري وكنلبس هذا اللبس ولا كنخرج وكذا صافي راه وقال يهوديه، لا كنصلي. غير هو البلان اللي انا كي بعض المرات كيعكسني دابا فاش كبرت وليت كنخرج، هو فاش كنكون خارجه كي بحال دابا ديك الوقيته ديال العصر والمغرب والعشاء كيتجمعوا عليا، هو العصر كاع ما خصك تعطليه، كاع العصر خصك تصليه في وقته، واخا هي الصلاه كاع ما خصك تصليها في وقتها. داكشي علاش بعض المرات ما عرفتش كنت مرضني هاد الحاجه ديال انني كنعطل الصلاه، ولكن الله يهدينا والله يثبتنا على الصلاه والله يهدي الناس اللي ما كيصليوش. المهم انا جاوبتكم على هذا السؤال حيت شحال واحد اصلا كان كيسولني واش ماما كتخليك تلبسي هكا وهي كدير الخيمه. هو الحاجه قلت لكم انا ماما صحابات، ماما عارفانيش كندير، عارفه عليا الصغيره والكبيره ما كنكذب عليها حتى شي حاجه، وبالبلان ديال الخمار فماما مخليه ليا الراحه ديالي في اللبس، عارفاني غيجي واحد الوقت انا من راسي غادي نقول خاصني ندير الخمار. انا ماشي دابا كنقول لكم ما كيعجبنيش خمار ولا لا، بالعكس انا كيعجبني الخمار وكنفكر انني ندير الخمار، ماشي ما كنفكرش نهائيا، خايبه هي تكون كاع ما كتفكري، وكيعجبوني البنات اللي كيديروا الخمار، غير هي البنات اللي كيديروا الخمار وكيصليو وكي فهمتوا تقي الله، ماشي البنات اللي دايرين غير الخمار وصافي غير باش يبانوا بلي انا قلت ونتمنى تعجبكم الفكره ديالي في البلان ديال انني خصني ندير الخمار، حيت انا مازال باقا كنحس براسي خيمه مسؤوليه فهمتي، كتحسي براسك خصك ضروري تستري سترا من الفوق لتحت، مش كنقولك انا سيري ديري الدره ولبسي سروال جين، لا يمكن لا يمكن، داك مش خيمه داك ما تمشيش السترا، هذيك راه ما درتي والو، هذيك غير سيري حيدي الدره وسيري زيدي عادي ولبسي وخرجي عادي. فالخمار خاصك تكوني مستوره من الفوق حتى لتحت، رجليك يديك ما يبانوش، وجهك غير هو بوحدو اللي يبان، هادشي اللي هادشي اللي انا عارفه. اما البنات اللي كيلبسوا جين او اللي كيلبسوا السراول يكونوا مزيرين من الفوق زعما فهمتي بلي راه ما باين والو بلي راه كذا، هذاك راه ما تلبسوش خمار وداك ماشي السترا. يمكن نتمنى هذا الفيديو يعجبكم بزاف، وتكونوا عرفتوني بعدا ولو شويه غير شويه مني انا. والبنات اللي كانوا يسولوني على شحال في عمري، انا قلت لكم عندي 19 عام، عندي في شهر 10 23، وشحال في الطول قلت لكم انا في 1.73 وسميتي ايه العطاوي ماشي ايه جيول ماشي ايه جيول. المهم كنتمنى تكونوا عرفتوني، ومازال غنزيد فيديوهات اخرين اللي غادي نزيد نعرفكم على راسي مزيان، ونتمنى يكون هادشي كامل اللي غندير من القدام يعجبكم. والمهم بغيت نقول لكم بسلامه وشكرا بزاف لدوك الناس اللي كيشجعوني ودوك الناس اللي كيبغيوني وحتى الناس اللي كيبغيونيش دابا شويه بغاوني من الوقت. المهم وبغيت نقول لكم عاوتاني شكرا بزاف وبسلامه، وكنتمنى الفيديو ديالي يعجبكم.